ذكره الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث. ذهبت دولة أصحاب البدع ووها حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصرام جمعهم جمع إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعاتهم من فقيه أو إمام يتبع، مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام يعني أحمد ذاك لو قارعه القرى قرع، لم يخف سوقهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لنا. أينما حلت السنة بأرض ارتحلت البدعة، بل هربت البدعة. وصدق الله إذ يقول: وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهب. ويقول: وأما الزبد فيذهب جفاء. نعم، من فضل ربي، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بشجاعتنا ولا بكثرة علمنا ولا بفصاحتنا في الخطابة، ولكنها السنة تشق طريقها ونحن نمشي بعدها هكذا كالذي يعشي، نمشي بعدها وهي تسبقنا إلى القرى، تسبقنا إلى المدن، وتسبقنا